بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم محاضرتنا عن الـ immediate denture. اوكي، راح نحكي على الـ indication, contraindication, advantage, disadvantage. راح نحكي على الـ types مال الـ immediate dentures. راح نحكي على الـ clinical steps هم راح نحكي عليها بالتفصيل. اوكي، طبعا هو الـ definitions هو انه هو ممكن يكون، يعني الـ immediate denture ممكن يكون complete removable او ممكن يكون partial، يعني removable partials. هذا الـ definition مالته انه هو immediately placed after extraction، يعني at the day of extraction. immediately placed at the day of extraction of natural tooth، هو هذا الفرق مالته، مو مثل الكومبليت العادي. الكومبليت العادي احنا ننتظر يصير هيلينج ويصير كذا، ورا الاكستراكشن يجوز فد 2 مانس يلا نبدي ناخذ امبريشن. هذا لا، هذا احنا يعني قبل ما يسوي اكستراكشن احنا ناخذ الامبريشن ونكمل بيوم. هذا day of insertion، عفوا هذا day of extraction هو نفسه day of insertion. الانديكيشن مالته، طبعا الانديكيشن مالته اذا هو اكثر انديكيشنز هو من يكون عندك انت البيشنت يعني يشتغل مثلا educated، هو patient يشتغل مثلا بمكان ما يقدر يبقى بدون اسنان، يعني مثلا يشتغل مدرس، يشتغل محامي، يشتغل شخصيه معروفه. هذا انت مثلا هو indicated for extraction، انت ما تقدر تسوي له يعني تسوي له extraction للانتيرير تيث وتقول له روح ورا شهرين تعال. لا، انت لازم هذا بحيث ان انت تسوي له الدنتشرز يعني بنفس اليوم، هو بنفس اليوم القلع هو يطلع يعني يطلع لابس دنتشرز طبعا، ويكون ايضا هو يكون عنده يكون ستيبل هيلث كونديشن، يعني صحته عامه زينه، يتحمل انه انت راح تقلع له يعني فد 4 5 سنون سوي يعني بنفس اليوم، يجوز توصل 6 سنون 7 سنون تقلع له بنفس اليوم، يعني هذا يكون فد يعني هيلث كونديشن مالته. ايضا انه بيشنت يكون كوبراتيف، يعني يتحمل روحه جايه، لان هذا راح يصير بيه جلسات اكثر، لان هذا انت هسه راح تكمله ورا فتره راح لازم يعني تسوي له الكونفشنال كومبليت دنجرز. هو يعني في اكسترا فيزيت هذا طبعا، وايضا اكسترا كوست، يعني هو لازم ايضا يتحمل الكوست. بالنسبه للكونترا اندكيشن اللي البيشنت طبعا اللي هو الانكوبراتيف الاندفرنت والانابريشيتيف، يعني اللي البيشنت اللي ما يفرق للموضوع واللي ما راح يعني اندفرنت ما يهم الموضوع، يعني انه انت سويت له ما سويت له هو ما يفرق له. ايضا اذا هو كان يعني بور جنرال هيلث، يعني هو بيشنت تعبان صحته تعبان، انت تجي تقلع على 4 5 سنون بيوم واحد، هذا فشي مو صحيح، يعني لازم تقلع على السن وتنتظر فتره شويه يعني يرتاح، تقلع على السن الاخر الى ان نكملهم كليتهم. ايضا من يكون عنده بيشنت مثلا عنده مشكله بالبليدنج، يعني بوست اكستراكشن هيموريج عنده، همين هذا ما يصير انه انت تسوي له. ايضا يعني ايضا يجيك بيشنت دونت مايند انه يبقى ايدنتشلس، ما عنده مشكله عادي، يقول لك انا ما عندي مشكله. وايضا البيشنت اللي مثلا هو بيشنت ات ريسك اوف بكتيريميا، يعني ممكن انه الجرح مالته يتلوث، همين انت يعني هم ما يفضل هذا انه تقلع له هواي سنون بيوم واحد. زين، الادفانتج مال الدنتشر مال الاميديت دنتشرز هو اكثر شيء، يعني اهم شيء انه هو الابييرنس. الابييرنس هذا راح يبقى يعني ما راح يتاثر طبعا، حتى الليب سبورت ما يتاثر، يعني السيركم اورال سبورت، المسل تون، الفيرتيكال دايمنشن يبقى نفسه. زين، ايضا انه انت راح تسوي له ليست بوست اوبراتيف بين، يعني انت من راح تسوي تشلع على الاسنان كليتها وتلبسه كومبليت دنتشرز، هذا الكومبليت دنتشر راح يشتغل مثل الدريسنج، يعني راح يشتغل كانه فدباك، يعني فدباكينج، فراح يقلل لك البين لانه يعني ما راح يصير بيه فد يعني مشاكل. ايضا راح يوفر لك الاميديت دنتشر انه انت اذا هو اوكي الاميديت دنتشرز ايزير تو دوبليكيت، تقدر انت ورا فتره تسوي له دوبليكيشنز. ايضا انه بفقره الادابتيشن، يعني البيشنت من يلبس الميديت دنتشر يكون سهل عنده انه هو باشر عقبه يلبس الكومبليت دنتشر، يعني يكون هو متعود اوريدي.
ايضا يعني هو في الموضوع قلت لكم هو مرتبط بالابيرنس اللي هو السايكولوجيكال البيشنت، من يكون يعني من يكون الابيرنس مالته اوكي سايكولوجيكالي هو يكون كلش اوكي ما عنده مشاكل. زين الديس ادفانتج مالته، مرات الديس ادفانتج يعني هي اكثر ديس ادفانتج انه مرات اكو بوني اندر كات، تعرف انت هذا انت يعني ما ماخذ له طبعه ورا ما صاير هيل بعده، وهذا راح ممكن انه يسوي لك يعني راح يسوي لك مشكله. ايضا الديس ادفانتج مالته ممكن انه انت وجود الاسنان هذا ممكن يخر يعني ما يخليك تاخذ فت سنترك مضبوط، يعني تعرفون انتو يعني بالكومبليت دنتشرز الامور احسن كليتها اندر يور كنترول، يعني حتى الارنجمنت الهاي كليتها انت يعني اندر كنترول. طبعا هنا التراين ما راح تقدر تسوي تراين، ايضا هذا يعتبر همين ديس ادفانتج، يعني التراين مالتك هسه احنا راح ناخذ الجلسه التراين بس ما راح تسوي ما تقدر تسوي تراين مثل ما تسوي كومبليت دنتشرز، يعني جلسه التراين هنا مو جلسه هي كامله، ما تقدر تشيك بيها لا الفونيشن لا تقدر تشيك، ما عندك هاي الجلسه اصلا، مجرد تشيك البوستيرير تيث بالتراين. ايضا يعني البيشنت هذا انت راح تلبسه يعني تخم ممكن يسوي لك في السبيتش بروبلم، يعني هذا طبعا لان هو اكيد لان هسه هو لابسه. اوكي طبعا all immediate dentures must have a good oral prophylaxis, proper scaling and good oral hygiene to reduce post operative edema and infections. طبعا انت بما انه انت راح تسوي extraction surgical extractions لهواية اسنان وحتى to reduce يعني to reduce chance for bacteremia او incidence of bacteremia انت لازم مسوي يعني prophylaxis يعني للpatient. طبعا هسه هذا صار فشي روتيني بالextraction، ما تسوي extraction هسه الايسن اذا ما تسوي انت يعني بروفيلاكسيز مثلا وماوث ووش، ماوث ووش يعني كلوركسيدين ماوث ووش بيفور اكستراكشن، وتشيل الكالكولس كليته وتشيل وتسوي يعني جود اورال هايجين يلا اسوي اكستراكشن حتى لا يصير بكتيريميا ولا يصير سبتيسيميا. زين التايبس يعني احنا الكونفنشنال يعني احنا هنا نوعين بصراحة، اول واحد احنا اللي نسميه الconventional اللي هو CID، والثاني واحد اللي هو الانترن اللي هو IID. هسه راح ناخذهن بالتفصيل شنو الفرق بيناتهن. النوع الاول اللي هو الconventional اللي انت من تسوي يعني after immediate يعني placed ورا الهيلينج after healing complete، يعني مثلا فت شهرين، يعني انا لبست اليوم سويت لك قلعت لسنونه كلية ولبست الكومبليت ورا شهر زين. التايبس يعني احنا الكونفنشنال يعني احنا هنا نوعين بصراحة، اول واحد احنا اللي نسميه الconventional اللي هو CID، والثاني واحد اللي هو الانترن اللي هو IID. هسه راح ناخذهن بالتفصيل شنو الفرق بيناتهن. النوع الاول اللي هو الconventional اللي انت من تسوي يعني after immediate يعني placed ورا الهيلينج after healing complete، يعني مثلا فت شهرين، يعني انا لبست اليوم سويت لك قلعت لسنونه كليه ولبست الكومبليت ورا شهرين هو نفس الدنتشر هذا اسوي له ريلايننج، اوكي يصير هو لونج تيرم بروستيسيس. النوع الثاني لا الانترم لا انا ورا شهرين مو هو نفسه اسوي، لا اسوي نيو دنتشر، يعني هذا يكون اذبه واسوي طبعه جديده يعني. اوكي فهذا هو يعني هذا فتشي for a limited period of time اللي هو الانترم، ذاك لا الconventionals احنا راح هسه طبعا راح نحكي على كل واحد بيهن. بالنسبة للconventionals هو long term prosthesis، هذا short term. هنا عندك ال CID هو لازم يصير بيه relining، هذا ما يصير relining، هذا يسوي second denture. هذا هنا indicated when two extraction visits are feasible، يعني انت هنا من يصير عندك انت يعني تقدر تسوي جلستين للاكستراكشن، تقلع اول شيء البوستيرير بعدين تقلع هنا لا. فهاي طبعا احنا ما يعني انشورنس بنفيت وهاي احنا ما عندنا يعني.
هنا الاستيتيك اوف ذا دنشر كان نوت بي تشينج. هاي تعتبر طبعا النقطه الرابعه تعتبر يعني فد دروباك او خلينا نقول فد مضار يعني تعتبر بالسي اي دي، لانه انا ما راح اقدر اغير الاستيتيك. هل الاستيتيك اللي سويته اني راح، بينما بالهذا لا، اي شيء اني مثلا استيتيك ما راضي عليه البيشنت اقدر اغيره. At the end of treatment the patient has one denture. طبعا هذا راح يكون عنده، لا راح يكون عنده سبير واحد ثاني اللي هو الانترم. هنا عندك if all posterior teeth are initially removed vertical dimensions of occlusion is not preserved. هنا راح يتغير. هنا since posterior teeth need to not be removed vertical dimensions of must be preserved. اوكي هذا احنا هنا نقلع البوستيرير، هذا ما يحتاج نقلع البوستيرير لان هو احنا راح نسوي شلون يعني راح نقلعهم كلية بيوم واحد. اوكي الكونترا انديكيشن مالتهن، هذا مال الكونفنشنالز. patients who will need complicated treatment plans both are such as periodontal therapy crowns fixed. يعني يحتاج هواية شغل، هذا ما يصير انت تشتغل له conventionals، لا تشتغل له فشي انترم لانه هو اصلا عنده فشي بعد يعني ما هذا الانديكيشن مالته. لا when patients will become edentulous in one arch and partial edentulous in both arch for the first time، يعني فشي مؤقت هذا يعني هو اول مره ده يصير ادنتشلس، فسوي له فشي مؤقت يمشي اموره فد شهر شهرين وبعدين سوي له الكونفنشنال كومبليت دنتشرز يعني اللي هو يسحوله الديفينيتيف بروستيسيس او الفاينل بروستيسيس. طبعا اكو انذر كلاسيفيكيشنز للميديت دنتشرز اكوردنج تو ذا تايب اوف ريستوريشن. اكو اميديت كومبليت واكو immediate partial. يعني هسه حتى immediate partial يعني انا شوفوا هسه هاي الكيس بالنص، انا يجيني patient مثلا هاي الاسنان الاماميه مثلا indicated for extractions مثلا تروما مثلا bad carriers، انا ما اجي اقلع عليها واقول له روح ورا في الشهرين تعال خليه يطيب سنك، لا قبل ما اقلع عليها اخذ له impression واسوي له dentures واكمل الهيا ويوم القلع عليه بس الهيا، هذا immediate partial dentures. هذا كله شهوايه يعني انا هسه ما عندي كيس يعني اقلع اسنان اماميه اذا ما اني اشتغل immediate partial dentures، مستحيل يعني لازم اسوي له حتى هو بنفس اليوم حتى لا يحس انه صار عنده missing يعني. والنوع الثالث اللي هو immediate over denture. اوكي يعني هذا انت تسوي preparation للسن وكذا وهذا يعني نفس اليوم تلبس الهي. اكو تصنيف اخر للclassifications للimmediate dentures اللي هو الاوبن فيس اللي هو الفلانجلس، هذا اوبن فيس اسمه. تكون ما بي فلانج، شوفوا هاي الليبيال فلانج ما موجوده يصيحوا لها فلانجلس. شوفوا هاي الصوره واضحه هنا الاوبن فيس فلانجلس. هسه راح نعرف طبعا مقارنه بيناتهم. النوع الثاني لا اللي هو الفلانج. اوكي طبعا الفلانج يعني ينقسم الى قسمين كومبليت فلانج وبارشيال فلانج. اوكي نوعين يعني هذا اللي هو الكومبليت يعني الفلانج ممتازة للاخير، والبارشيال لا يكون في مسافه كلش قليله يعني مجرد شويه تعويض للجنجفة يعني. زين هسه راح نجي على كومبارجن بيناتهم بين الفلانجلس والفلانج. اوكي اذا انت مسوي فلانج واذا انت مسوي فلانجلس. اول شيء الفلانجلس يعني الفلانج هذه ما راح يتغير الابيرنس يعني راح يبقى مضبوط يعني الابيرنس مال البيشنت ما راح يصير دروب بالمسل. زين طبعا والفلانج ايضا بفائده انه هو انت تقدر براحتك بوزيشنك اوف تيث. انت هنا بالفلانجلس لا البوزيشنز انت لازم يعني كلش ويل 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 يعني بحيث ما يطب اكل يعني لازم كلش السيتنج مضبوط. هنا لا الفلانج هو راح يجي يغطي يعني راح يجي يسد ما يحتاج. بالنسبه للابر دنتشر الفلانج يعطيك افكتيف بوردر سيل يعني فشي بنفيت بالنسبه للابر. باللور الفلانجلس ما يستخدم يعني يستخدم الفلانج. اوكي از كمان يوزد
الليبيال فلانج ايضا هي فتفائده لها انه تعطيك سترونج دنتشر. يعني شلون سترونج دنتشر؟ يعني هاي المنطقه مو صارت هي كلش بالنسبه للفلانجلس صارت فشي كلش رفيع يعني فممكن ينكسر، فبينما هذا الفلانج لا هذا الممتد الاخير ف يعني راح يكون سترونج دنتشر. طبعا بالنسبه للفلانج الريلاين هو ريكوايرد. وايضا فائده الفلانج من النقطه رقم 7 هو ريديوس بوست اكستراكشن هيموريج، يعني هو من 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 انت تخليه راح يقلل لك الهيموريج طبعا البليدنج. الكونسيكونس اوف الفيتيك دنتشرز بالنسبه لهم اثنيناتهم، بالنسبه للفلانجلس راح يسوي لك سكالوبت جنجيفا، بينما بالفلانج لا هو راح اوكي يعني الامور ما راح كلش تبين يعني اوكي بالنسبه لهذا راح يسوي لك سكالوب جنجيفا اللي هو فشي يعني انفافورابل، بينما لا بالفلانج اوكي الامور تمشي يعني مو فشي يعني يقدر تقدر الامور يعني شويه اسهل الامور. ايضا difficulty to accept dentures with labial يعني يعني شنو هاي النقطه؟ النقطه رقم 9 يعني انا من سويت البيشنت سويت له فلانجلس من راح اجي ارد اسوي له بعدين الكومبليت دنتشرز اللي هو النهائي من ارد اخلي له فلانج هو يقول لك انا ليش اسوي له فلانج؟ انا مو هذا سويت لي اياه بدون فلانج. فانت لا يفضل انه انت ما دام انت راح تسوي له بعدين كومبليت دنتشرز من البدايه تخلي له فلانج حتى لا بعدين يقول لك انا ما اريد بدون فلانج. انت بعدين يعني انت هذا هسه مثلا تقدر تمشيه هو هذا شيء ايميديت يعني تقدر تمشيه يعني مو مشكله، بس انت بعدين لا انت تريد فلانج بعدين يعني بوردر كامله فراح يسوي لك ايضا مشكله. ايضا هاي نقطه رقم 10 هاي اكودي ما موجوده. بالنسبه للفلانج مشكله الديبلي اندركات، اذا كانت اكو ديبلي اندركات يفضل ان انت تستخدم فلانج تعرفون لان هذا راح يسوي اندركات راح يسوي بين. زين هسه شنو يعني explanation of the patient شنو اللي يعني شنو اللي انت راح تسولف ويا البيشنت ايش راح تقول له؟ اول شيء تقول له تقول له يا ترى هذا مو مثل الكومبليت يعني مو مثل الكومبليت دنتشرز، هذا يحتاج انه انت ورا شهرين تجيني اسوي له ريلايننج او اسوي لك مثلا يعني اسوي لك جديد ريبيت. فتقول له لي قدام مو تقول له هذا يعني ها هي بعد روح بعد راح اسوي لك اياه بعد لا تجي. هاي اول شيء يسويه اياه تقول له هذا يعني فشي تمبرلي. زين ايضا هنا أنا راح تقول له يابا ترى يعني راح تقول له يابا هذا ترى جماليته مو مثل الكومبليت دنتشرز، لان هذا انت مسويه يعني انت مسويه على الكاست قالع الاسنان على الكاست، فما عندك فالتصور على الاستاتيك يعني ما عندك فشي انت تتحكم بيه براحتك. يعني ال 6 anterior teeth البلاين السمايل لاين مو بيدك انت مجبور عليه موجود بسبب وجود الاسنان الموجود. فتقول له يابا ترى الاستاتيك مو كلش قويه. ايضا راح تقول له ترى هذا راح يسبب لك يعني ديسكومفورت، يعني انت راح يعني انت مثلا مسوي الاكستراكشن 6 7 سنون بيوم واحد ومخيط الهياء طبعا لازم اكيد يعني لازم تسوي له سوتشرنج وتجي تلبس الهياء بنفس اليوم راح تقول له يابا هذا راح يعني راح ممكن احتمال اول يوم شويه ممكن ياذيك يعني. وطبعا تقول له يعني تقول له هذا يعني تقول له لازم اول يوم هو صح ياذيك يعني بس انت لازم ما تنزعه فيرست يعني 12 24 اور هاي كلش مهمه. يعني انت لازم فيرست 24 اور تقول له لازم من البدايه يعني من اول يوم تشرح له يعني تقول له يا بتراني هذا ما راح يسوي لك اياه بيوم القلع لازم تبقى لابسه هو راح ياذيك وراح يسوي لك فد مشاكل بس انت لازم تنجبر يعني تتحمل. فيكون اكو بيشنت يعني فد نوعيه مال بيشنت كوبراتيف يعني مو مثلا يجيك بيشنت exacting او يجيك بيشنت يعني فت كل الصعب يعني وان كوبراتيف او مثلا نحس كلش يعني انت تجي تقول له راح اسوي لك يعني وما تطي ما تطي علم يعني بيوم الاكستراكشن راح تراوي له الويل لا من البدايه اشرح له الوضع يعني اشرح له الوضع. ايضا تقول له شغله اللي اخذ تقول له هي همينه مهمه يعني انه تشرح له هي تقول له يابا هذا ترى راح يصير لوزنج بي اوكي يعني انت اول سنه لازم يعني تسوي له تبدله اما تسوي له ريلايننج او تسوي له تبدله نيو دنتشرز يعني ما تقول له هذا هو بعد خلاص اوكي هاي نقطه كلش همينه مهمه.
هسه نيجي على 2 ستيب immediate complete dentures. طبعا ال 1 ستيب احنا ما شرحنا عليه، ما مشروح عليه هو اصلا بالمحاضره، بس هو ال 1 ستيب شنو معناها؟ يعني انت تقلعهن سنون كليتهن، يعني من 7 لل 7 تقلعهن كلهن وتلبسي، هذا 1 ستيب. احنا راح نشتغل على 2 ستيب اللي هو الافضل، اللي هو اللي يصحوا له الكونفشنال immediate dentures مو الانترم. هذا الكونفشنال اللي انت شو تسوي؟ اجاك البيشنت indicated for immediate، موجودة سنونة كليتهن، فسوي له 2 step. شو تسوي؟ الخطوة الأولى ال 1 step تسوي له extraction of posterior teeth، بس البوستيرير تقلع عليها وتقول له روح، قول له روح فد شهر تعال، تنتظري يصير healing تماما مال posterior teeth، يرجع لك تسوي له، تبدي عادي انا تشتغل له، تاخذ له impression وما ادري شنو، هذا تشتغل له immediate dentures وتسوي له extraction of anterior teeth هذا day of insertion. فيصير عندك هنا 2 step. يعني شنو 2 step؟ يعني 2 visit of extraction، 2 visit of extraction، يعني مرتين هو جايك مسوي له اكزو، انت مره سويت له اكزو posterior teeth وقلت له روح سوي healing، ومره ثانيه هذا day of insertion سويت له extraction of anterior teeth. اوكي، هذا شوفوا complete denture insertion follow 2 surgical procedure. بعد شهرين ورا شهرين من ما أنا يعني منقلعت للبوستيرير تيث، أجي أسوي له برايمري إمبريشن. برايمري إمبريشن يعني عادي طبعا بالألجينيت، فد شيء طبيعي يعني، وفد تيادي يعني، فد شيء طبيعي يعني، إذا أحتاج مثلا واكس أخلي بالواكس إكستنشن، إذا أخلي بالبلت واكس، يعني برايمري إمبريشن طبيعية. أوكي، وعادي البرايمري امبريشن طبعا تعرفون تنصب يعني بالبلاستر، مو بالستون، يعني ما يحتاج بالستون، بالبلاستر صبوها عادي، لان يعني راح تسوون عليها الفاينل امبريشن. هسه راح اسوي يعني راح نحكي على الفاينل امبريشن. زين، نجي على الفاينل امبريشن. طبعا الفاينل امبريشن باكثر من تكنيك، هسه راح نحكي عليها اثنيناتنا احنا التكنيكات، بس اختيارنا التكنيك شلون نختار التكنيك، عليه اساس. اول شيء كيس ديفيكولتي، يعني شنو صعوبة، ايش قد اكو عند دنتشلاس، شنو صعوبة هالكيس. نمبر اند لوكيشنز اوف تيث اللي هي انتندد ان ذا ايميديت دنتشرز، ايضا اذا اكو تشو اندر كات، ايضا تايبس اوف ذا بلاند سيرجيكال بروسيجر. طبعا النقطة الخامسة هي هذه اللي العفو اللي هي امبريشن ماتيريال، واخر نقطه هي dentist skill and experience. طبعا هي اكثر وحده هي النقطه رقم هي اي، هي الاي والاي بصراحه. الكيس ديفيكولتي مهمه والاي همينه مهمه، لانه انت اذا انت يعني شنو اللي انت مسيطر عليها بحيث تطلع بها ريزلت اشتغلها طبعا، وايضا كذلك الكيس ديفيكولتي همينه تحكم. زين، هسه نجي على التكنيك مال الفاينل امبريشن. اوكي، التكنيك هذه التكنيك يعني طبعا هي هوايه حكي بالمحاضره بصراحه، كلش هوايه حكي، بس هي بالصور شويه راح تكون اوضح. يعني اول شيء هي فول كفرج تري، يعني شنو هي تري وحده، هاي اول فرق. يعني انت تسوي سبيشال تري وحده، انت هسه مو صبيتها، صبيت البرايمري بالبلاستر، تجي شو تسوي؟ سبيسر تخلي بهاي الصوره اللي تشوفوها الفوق على اليمين، تجي تخلي سبيسر، تخلي طبقه اول شيء على الاسنان اللي بقت، وتخلي طبقه ثانيه على الاسنان ويا الرسجي والرج، وتسوي وراها تسوي السبيشال تري. شوفوها هاي الصوره اللي على اليسار، وهاي ايضا هاي الصوره اللي على اليمين اسفل اليمين، هذا ايضا هاي سبيشال تري كامله. هذه تجي انت تاخذ تخلي الجينيت مثلا وتاخذ بيها، طبعا يعني طبعا هاي تسوي بيها يعني بيرفوريشن، تسوي بيرفوريشن وتاخذ بالالجينيت اعتيادي. هذه يصيحوا لها سنجل امبريشن تكنيك او فول كفرج تكنيك. هذه طبعا اسهل، يعني هاي سهله جدا. هذه طبعا اللي يعني اللي هو خلي نقول مو اكسبرت يستخدم هاي الطريقه، لانه كل سهله، يعني كانه دا ياخذ الجينيت عاديه، بس الفرق مالتها انه هي
سبيشال تراي، يعني لازم انت تسوي سبيشال تراي، ما يصير تسوي تراي عاديه يعني، لا لازم سبيشال تراي. وتسوي سبيسر، اول شيء تخلي على الاسنان سبيسر طبقه، وبعدين الطبقه الثانيه عليهن كليتهن، فراح يصير الاسنان عليها طبقتين والتشو عليها طبقه واحده. الطريقه الثانيه اللي هي اصعب شويه، واللي هي طبعا واللي هي ادق احسن، يعني هنا انا اشوفه من تكون الكيس ديفيكولت. هسه شوفوا هاي كيس كلش ديفيكولت، هاي كلاس 1 بايلاترال فري اند اكستنشن، كلش ديفيكولت هاي، يعني لا تتوقع انه الريتنشن مالتها بسهوله، مو مثل هسه هذيك الفوق الكيس اللي شفناها احنا بذيك ذاك السلايد. كيس موجود يعني سمبل، الاسنان موجوده متوزعه اوكي، يعني يعني تقدر تاخذ طبعا ماكو مشكله، بس هاي لا، هاي لازم تاخذها سكشنال يصحوا لها هاي، يعني هاي وايه اسماء لها، يصحوا لها بيك اب، يصحوا لها سكشنال، يصحوا لها دبل، يعني دبل دبل تراي تكنيك، هواي اسماء لها. بس هي الفكره مالتها انه انت اول شيء الصوره اللي على اليسار، شوفوها هاي الصوره اللي على اليسار، اني اسوي سبيشال تراي فقط للسدل اريا، فقط للسدل اريا، يعني فقط للفري اند اسوي سبيشال تراي. يعني اني اجيب البرايم، سويت اخذت برايمري، جبت الستدي كاست، سويت عليه سبيشال تري بس فقط للسدل اريا، يعني ما اخلي على الاسنان سبيشال تري، لا اخليها بس تفوت من يمها من جواها، يعني لينجوالي ما تصعد على الاسنان، يعني مو مثل هذيك الفول تري، لا فاسويها بعدين من اكمل كملتها طلعتها ارجعها، يعني كملت الطبعه اطلعها اشيل الاكسس ارجعها بالبيشنت ماوث، هذه اللي هي الصوره اللي على اليسار ارجعها بالبيشنت ماوث، اجيب وراها تري عاديه ريملوك او بيرفوريتد، واخذ بالالجينيت فوقها، يعني اخلي الالجينيت فوقها فيصحوا لها بيك اب امبريشن تكنيك، بيك اب امبريشن تكنيك. طبعا احنا يعني بس اكو ملاحظه بالنسبه للفاينل امبريشن، بالنسبه للتكنيكس، احنا التكنيك الاولى اللي هي الفول كفرج، هذه تقدر تستخدمها بالكونفشنال ايميديت دنتشر، وتقدر تستخدمها او هي فقط بالانترم ايميديت دنتشر، يعني يعني هي اونلي تشويس فور يعني انترم ايميديت دنتشرز، لان هاي يعني ما قلت لكم هي مو كلش تطلع الديتيلز مضبوطه بالنسبة للفول كفرج تري. الثانية لا، الثانية التكنيك الثانية اللي هي شوية أصعب واللي هي أفضل أحسن طبعا، هذه تشتغلها فقط conventional immediate dentures، يعني فقط هذا أبو التو ستيب أوكي. طبعا هي واضحة بالصور بس أنا نسيتها من عبرت السلايد، وبعد ما أقدر أرجع لي لأن هذا يعني تسجيل جديد الثاني بارت 2. هسه نجي ورا ما احنا طبعا اخذنا فاينل، هسه احنا اخذنا فاينل، صار عندنا شنو ريكورد بيس، يعني راح نجي نشتغل هسه الريكورد بيس. طبعا الحكي هذا الكلينيكال احنا انه انت يعني تسوي هذا الكلير اكريليك، يعني الاوتو بولمرايزنج اكريليك، تخلي له اسوي له ادابتيشنز واسوي الريكورد بيس العاديه، لكن لكن اكو فرق واحد هسه راح ناخذ بالسلايد الجاي. اذا كان ال يعني البيشنت عنده ريمينينج تيث هوايه، يعني الحاله رقم اي، يعني اذا كان عنده انف نمبر اوف ريمينينج تيث، فاحنا دايركت اوبوزيشن ما يحتاج اني اسوي يعني ريكورد بيس. لكن اذا هو كان عنده يعني زنت هاف انف ريمينينج تيث، عنده فد عنده سدل الاريا كلش هوايه، اني اسوي له ريكورد بيس اوكي. وايضا بالنسبه للجو ريليشن، الجو ريليشنز احنا عندنا حالتين همينا بالجو ريليشنز، عندنا اذا كان عنده فيرتيكال ستوب ها، واذا كان ما عنده فيرتيكال ستوب. باعوا اني اذا جاني بيشنت وعنده فيرتيكال ستوب ما اقلع له كل البوستيرير تيث، لا اخليه هذا الفيرتيكال ستوب اخر شيء، هذا اخليه يعني اني احافظ عليه هذا الشهرين، يعني هاي الشهرين احافظ عليه بس يكون فيرتيكال ستوب. يعني شنو فيرتيكال ستوب؟ يعني مو هو وحده بوستيرير تيث وفوق وفوقه ماكو شيء، لا
كون هو مثلا سن بالاخير مثلا 7 مثلا lower 7 موجود، كون اكو فوقه upper 7 يعني موجود فوقه، فهذا يصيح له vertical stop. يعني اني اذا قدرت احافظ على الفيرتيكال دايمنشن بهاي الشهرين فما اقلع هذا السن، اخليه وياهن ويا الـ ويا الـ ويا الـ يعني ويا الانتيلر تيث اقلعه. مو كل هنا اني اشيلهن يعني بالحاله، بالنسبه لحاله الجوريليشن هسه هذا الشيء اللي انا استفاد من عنده بالجوريليشن، حتى اني ما اجي يعني اسوي فيرتيكال دايمنشن يعني هو يكون محافظ عليه. اوكي، فاذا عنده سن فيرتيكال ستوب اعوفه هذا ما اسوي الاكستراكشنز. بس اذا لا، اذا مثلا هو ميسنج انتيرير ما عنده مثلا انتيرير ميسنج بوستيرير تيث ما عنده، فلا سوي ريكورد بيز عادي يعني. زين، هسه التراين احنا قلنا هو هذا يعني احد المساوئ مالته انه هو ما بي تراين، هو بي تراين بس للبوستيرير تيث فقط. شوفوا الانتيرير تيث يعني انا اجيب الـ يعني هذا الدنشر ريكورد بيز، اجيب الاسنان موجوده بس فقط الاسنان البوستيرير، يعني ما اقدر اشيك الانتيرير. هو هذا احد يعني الدروباك او احد الديس ادفانتج بيها. طبعا اني اذا بيها مشكله مثلا طبعا اشيك الفيرتيكال دايمنشن همينه، واشيك اذا يعني واشيك السنترك بالتراين. تعرفون التراين جلسه التراين هي اشيك بيها الفيرتيكال دايمنشن واشيك بيها السنترك همينه اذا اكو بيها مشكله. ايضا اشيك الميد لاين، اشيك يعني اشيك يعني العفو الانتيرير بلاين اوف اكلوجن والبوستيرير يعني واللبلاين همين اشيك احدده، لان هذا بعدين انا راح اشتغله هسه. اوكي، وايضا اي تغيير انت تسويه همين اسوي له ري ايفالويشن. يعني انت مثلا اليوم جيت سويت له سنترك اوف، مثلا طلع سنترك اوف ما قاعد، مثلا اكو فد مشكله بالسنترك، مو انت تقول له ايه يلا ها هي بس تكسر مثلا تاخذ له سنترك جديد وتقول له يلا هذا هو انسيرشن. لا، دائما ظل سوي تراين الى انه التراين مضبوط. يعني ماكو شيء انه انت انا اليوم يعني مثلا اسمع هواية طلاب مثلا مو يجي سنترك اوف، يجي مثلا اوكي ياخذ بايت جديده يعني ويفتح الماونتنج هو اوكي يعني ويرجع يصبه من جديد، بعدين شو يقول لي دكتور ها اسوي انسيرشن؟ لا، ممنوع الانسيرشنز الى ان تسوي تراين ماكو مشكله بي، يعني الى ان انه ماكو سنترك اوف. اوكي، او هو صحيح هو اوف سنترك يعني. زين، هسه ورا جلسه التراين انا اليوم سويت التراين، ورا جلسه التراين شنو اللي لازم اسوي؟ يعني ورا جلسه التراين شنو اللي لازم اسوي؟ لازم هسه اسوي كاست تريمينج. انا هسه عندي كاست الاسنان الاماميه لحد الان موجوده. زين، انا شو وقت يعني ما راح هذا خلصت تراين كملت راح يروح هسه للفلاسكينج، يعني راح يروح يصير بي بروسيسنج، انا اجي هنا اسوي كاست تريمينج. هاي الجلسه هي شويه مهمه. طبعا هذه الجلسه هي انه اسوي لها تريمينج، انا اسوي لها تريمينج. اوكي، هذا التريمينج لازم يعني كيرفولي شغل بي، مو انا هيك شلون مكان اجي اشتغل تريمينج، لا لازم اكو فد برنسبلز هسه راح ناخذها بدل هذا. راح اجي اسوي برنسبلز يعني راح يعني مو يعني القصد مو اني اجي اقص الاسنان وها هي، لا اسوي فد خطوات هسه راح ناخذها بالسلايد الجاي. شوفوا بالسلايد الجاي احنا اول شيء ناخذ من الليبيال، العفو اول شيء ناخذ من الجنجايفال، السن كله جنجايفال نشيله، يعني اول وحده توث هذا جنجايفال ليفل، بعدين نسوي شويه ديبنينج للجنجايفال، بعدين ستيب 3 ناخذ الليبيال. الليبيال شوف ناخذ هواي من الليبيال، اراوند 5 ملم من الليبيال، لان هو اكثر ريزوبشن راح يصير اكثر بالبلاي. يعني اذا جبت لكم سؤال وين اكثر اني اخذ، شوفوا الليبيال 5 ملم بينما اللينجوال 2 ملم، شويه ماخذ من عند اللينجوال. ليش؟ لانه الريزوبشن يصير على الليبيال اكثر، هو الريزوبشن يصير اكثر على هذا. زين، ورا ما كملت شلت ال يعني شلت ال العفو يعني شلت كلهن شلتهن هن ذني الخطوط، اسوي بعدين راوندنينج. اوكي، اخر نقطه هي راوند اوف ليبيال اند ميدل، ويكون شيء كونتينوس وسموث، يعني مو اكو بي هاي الدتشات هيك الصعده والنزله، لا فشي سموث. اني اول شيء صحيح اقص منها واقص منها واقص منها، راح يصير اكو بيناتهم مثل فتحواف، هذه الحواف لازم اسوي لها راوندنينج. اوكي،
بس اني اشيل من الليبل 5 واشيل من اللينجوال 2 واشيل اول شيء من الجافل واسوي شويه ديبنينج. زين ورا ما كملت الاكستراكشن اني هسه كملت الاكستراكشن من الكاست، يعني سويت كاست تريمينج، شلت الاسنان هسه اني من الكاست احضر سيرجيكال سبلنت. هاي السيرجيكال سبلنت اذا هو البيشنت مثلا يعني يحتاج الفيولوبلاستي هاي راح تفيدني، حتى اذا يعني حتى اذا يحتاج اي شيء، يعني اذا هو يحتاج الفيولوبلاستي اني اسوي له سيرجيكال سبلنت. اوكي هاي السيرجيكال سبلنت ممكن انت شو تسوي، يعني ممكن تسوي على يعني تسوي ممكن يسويها، يعني يفضل انه تسويها مو على الكاست اللي راح تشتغل بيه، لا تاخذ طبعه للكاست اللي انت سويت له تريمينج، حتى مو هذا احتمال يعني يعني هذا راح يعني انت لازم هذا هيك يطب يمك يعني بال يعني يعني طببه لليوم القلع لازم هيك وياك هي والكاست حتى لا يصير بها شرنكج. فايش تسوي؟ تاخذ طبعه للكاست ورا ما سويت له تريمينج، تاخذ طبعه الجنيت للكاست وتصبها الكاست اعتيادي، يعني صب الطبعه العفو راح يصير عندك كاست ثاني، كاست ثاني هو اللي يسوي عليه سيرجيكال سبلنت، مو نفس الكاست يسوي عليه سيرجيكال سبلنت. اوكي هاي همنا يعني فد نقطه موجوده بالمحاضره، يعني حتى لا تدخون بيها، هي فد شيء انه انت يعني هو ما يفضل انه انت تطبب السبلنت هيك وحدها بدون كاست، لا تقعدها على الكاست وتطببها وياك هاي بالانسيرشن بيوم الانسيرشن. هذاك لا راح يروح يصير دنشر وراح يعني يروح فلاسكينج، وهذاك هذاك هو ماتك الماستر كاست ما لنا علاقه بيه يعني، بس احنا ناخذ له طبعه ونسوي كاست جديد نسوي عليه السيرجيكال سبلنت. هسه ورا ما كملنا السيرجيكال سبلنت العفو راح نرجع على الكاست مالتنا، هسه احنا حضرناها السيرجيكال سبلنت طبعا اذا نحتاجها. هسه نرجع على الكاست مالتنا من سوينا له تريمينج، شنو اللي صار بيه؟ صار بيه انه عندنا البوستيرير تيث موجودات مخلين احنا اسنان، والانتيرير تيث ماكو شلناها سوينا لها تريمينج. فاني هسه يلا اجي اسوي ارنجمنت، يعني قبل الجلسه القلع، يعني قبل ما يروح للطبخ، قبل ما يروح للمعمل يعني للمختبر، اني اسوي له سيتنج اوف انتيرير تيث. اوكي طبعا اكو طريقتين، الطريقه الاولى اللي هي سيليكون اندكس، يعني اني اخذ فد سيليكون اندكس مثلا قبل ما اسوي تريمينج للاسنان اسوي سيليكون اندكس. هاي اذا كانت الاسنان حلوات مالته، يعني حلوات الليب لاين حلو، سمايل لاين حلو، فتشي مرتب يعني ماكو مشكله بي، انا اسوي سيليكون اندكس حتى هو همين البيشنت ما يحس انه اصلا اكو تغيير، يعني يرجع نفس سنونه نفس الترتيب مالتهن. اي وهي طبعا في الطريقه كلش يعني سهله وحلوه، يعني مجرد التسوي تجيب هيفي بودي وتاخذ طبعا للكاست قبل ما تسوي التريمينج للاسنان الاماميه وتوخر السيليكون، ورا ما تشيل تسوي كاست تريمينج مو شلتهن انت هسه ذني بالبير شلتهن هذين الاسنان من الكاست، ترجع تخلي الاسنان وتصفطن على السيليكون اندكس. واضح؟ طبعا هذا هنا السيليكون اندكس مشتغله مال لور تيث، نفسه تقدر تشتغله مال لور تيث مال ابر تيث كيفك يعني. الطريقه الثانيه هي لا هي اللي انت يكون بيها انت مثلا الامور يعني اكو فد لازم اكو فد تصليح بيها، يعني هذا انت شو تسوي يعني هذا راسا ورا الريموفال تخلي السن تعدل، يعني واحد ورا الاخ تعدلهن واحد ورا الاخ. زين وهذا انت تستخدم الادجيسنت از ا جايد فور ريبوزيشنينج، يعني انت شلت واحد شلت السنترال خليت السنترال الاخ، مو تسوي لهن تريمينج كلهن مثل هذاك، هذاك تسوي لهن تريمينج كليتهن يعني، وبعدين تجي تسوي سيليكون اندكس، يعني اول شيء تاخذ سيليكون اندكس بعدين تسوي اكستراكشن بعدين ترجع سيليكون اندكس. هذا لا ما يحتاج تشيل سن يعني، هو تبقى بعد حسب يعني حسب التكنيشن يعني، لان يعني هذا شغل تكنيشن. زين هسه يجينا هذا داي اوف سيرجري اند انسرشن. شوف احنا طبعا اثنيناتهم العبارتين مكتوبات سيرجري اند انسرشن. السيرجري قد يكون فقط سيرجيكال اكستراكشن اوف توث، قد يكون ويا موجود الفيولوبلاستي. انت محضر طبعا نطبب وياك السيرجيكال سبلنت محضرها، يعني طبعا يعني مسوي كاست يعني مسوي كاست تريمينج ومحضرها هاي وياك تدخلها وياك حتى تصير لك فد جايد، يعني حتى لا تشيل من البون هيجي. يعني انت شلت يعني انت مثلا هاي المنطقه شفتها بالكاست اندر كت قويه شلتها راح تجي شيلها من البون همينا مال البيشنت. هذا اليوم يعني يوم الانسيرشن اني
يوم الانسيرشنز يعني قلعت الاسنان كليتها. بس لحظه واحده استخدم السيرجيكال جايد يعني بالاكستراكشن. من اسوي انسيرشن اذا اكو بي يعني هو لوز مثلا اني ما اخذ الطبعه زينه او مثلا بالسيرجري مثلا شلت هوايه مثلا من البون يعني ما مضبوط مثلا اشتغل ما اذا كان شوي اكو بي يعني ممكن تستخدم تشو كونديشنر يعني تخلي تشو كونديشنر وتلبس الهي حتى يصير التنشن لان هو كومبليت يعني ماكو كلاس بات طبعا. وايضا ممكن طبعا وتقول للبيشنت يعني انت ايضا تشوف انه انت خاف اكو فد انترفيرنس بال يعني بالكلوجن خاف اكو فد مشكله هاي سبوت او هاي همين تشيكها انت بالاذا داي اوف انسيرشن. زين هسه نجي على بوست بليسمنت يعني ورا ما انا سويت الانسيرشنز اول 24 اور يعني اني اكو فد شغلات لازم اني خلال اول 24 ساعه لازم البيشنت يسويها. اوكي اول شيء لازم should not remove يعني هذا اول شيء يعني ما يصير ينزعه يبقى لابسه 24 ساعه. زين بعدين الشغله الاخ انه انت فتشي خفيف يعني برجر مالتك مو فتشي قوي يعني البايتنج مالتك الفورس لازم كلش تقللها والاكل حتى مالتك فتشي كل السوفت يعني ما تاخذ يعني ما تاخذ يعني اشياء قويه. زين ايضا شيء حار ممنوع يعني طبعا ما يصير تشرب شيء حار يعني لان يعني هذا هسه انت مسوي اكستراكشن فلازم فتشي بارد يعني يفضل انه فتشي يعني ايس او فتشي اذا مثلا صار عنده فد بروبلم فد الم فد اوديما ممكن يخلي فد ايس باج على وجهه او ممكن يشرب فتشي بارد يعني فتشي بارد كلش من الثلاجه او من المجمده. ممكن انه تعطي ايضا انالجيسك يعني ممكن يصير عنده بين يعني انت مسوي له يعني اكستراكشن بين. زين هسه انت وش تقول له اهم اخر عباره بالاول يوم يعني اول فيرست 24 تقول له باكر لازم تجيني. اوكي يعني فيرست 24 اور لازم هو ثاني يوم تسوي له ادجستمنت لازم انت تسوي له ادجستمنت. اوكي طبعا انت من يجيك هو يكون هو منازعه ثاني يوم هسه هاي النقطه رقم بي فيرست ادجستمنت افتر 24 من راح يجيك هو يكون هو المفروض منازعه فانت تنزعه وتشوف الجرح مالته وتشوف الامور اوكي وتشوف اذا اكو فد مشكله بالاكلوجن ايضا تشيكها ادجست اكلوجن وايضا تشيك الريتنشن لان انت هسه شويه الامور يعني احسن البين يعني الجرح باعتبار انه يعني احسن شويه يعني الامور شويه احسن. زين هسه خلصنا جانا ثاني يوم هو وكملنا له شفنا الامور اوكي سوينا ادجستمنت الاكلوجن وهذا شو نقول له؟ نقول له بعد اسبوع تعال بعد اسبوع تعال يعني شو نسوي له؟ another adjustment first week after extractions and denture insertions هذا همينه اكو بيه فد اشياء. اول شيء لازم انه يلبسه ليل ونهار يعني يلبسه ليل ونهار بس شنو؟ يعني فد اربع خمس مرات باليوم ينزعه ويتمضمض ويغسله وهو همينه يتمضمض يعني رينسينج يسوي فد مي وملح. اوكي مي وملح وايضا هو همينه ينظفه للدنشرز بس هو خلال هذا الاسبوع لازم ما ينزعه. اوكي اخر شيء عندك لازم تقول له فولو اب تقول له هذا لان انت يعني طبعا مثل ما قلنا لكم بالبدايه هو هذا احتمال انه ما يطول وياه يعني هو مو باقي فش تقول له؟ تقول له يابا انت فالست اشهر تعالي اتشيكي او فالسنه اتشيكي. زين وممكن تقول له مثلا يعني ممكن انت تشوفه ورا هذا الاسبوع طبعا هو ورا ما كملت الاسبوع ممكن اذا هو اذا كلش اذا مو كلش ريتنتف يعني ممكن تقول له يعني تستخدم دنشر اديزف. دنشر اديزف بالنسبه للاميديت انا ما مشتغل في اليوم اميديت اذا ما منطي دنشر اديزف لانه انت مستحيل راح تاخذ طبعه يعني كانه هو كومبليت اكيد راح يكون اكو فد يعني ديفيشنسي بالريتنشنز فهو هذا راح يسوي لك امبروفمنت بالريتنشن
يعني هو الادهيزف ترى مو للالفتنج دنتشر، لا هو لشويه اكو اقل روتيشن، يعني عندك روتيشن بس هذا يسوي امبروفمنت، من يسوي لك امبروفمنت يقلل فتره الادابتيشن. يعني هو ورا يعني ورا اسبوع يقول لك والله انا كلش ارتاحيت بي، ورا اسبوع من استخدام الادهيزف يتعود عليه. ايضا ممكن تقول له، ممكن تقول له انت مثلا كل ما تحس بي يلعب، يعني كل ما تحس بي يعني يوقع تعال لي. هاي خلال السنه طبعا، يعني هو ورا سنه لا انت ممكن تقول له هذا يحتاج ريلايننج او يحتاج ريبيت، بس انت خلال هاي السنه تقول له مثلا كل ما مثلا انت تحسه يلعب تعال لي حتى انا اخلي له تشو كونديشنرز. يعني هو بس مجرد يدفع فتره انه هو يعني فتره انه هيلينج. يعني شوفوا هذا بيشنت يعني اكستراكشن، هذا سيم داي، هذا بيشنت ايميديت دنتشر، ايميديت كومبليت دنتشر. يعني شوفوا البيشنت راسا مباشره من نفس اليوم، هذا داي اوف انسر يعني هذا داي اوف اكستراكشن. ار ذي ذا سيم بيرسون، ما يعني فشي ماجيك يعني. وهذا طبعا الممتع بالبروسيدونتكس انه النتائج مالته يعني مو جراجوال، يعني مو اني يعني اسوي شيء وانتظر لا مثل الاورثو سنه سنتين للنتيجه، لا احنا ذا سيم داي راح يطلع نيو بيرسون، وهذا يعني ماجيك مال بروسيدونتك. ثانك يو فيري ماتش يعني فور ذا listening. هي محاضره شويه طويله حكي بيها هوايه، بس هي بصراحه بس كلينيكال. اني الباوربوينت خليت بي يعني يعني خليت بي شغلات الكلش مهمه، والاشياء اللي راح تشوفوها بالمحاضره مكتوبه هي فد شرح اكثر يعني تفصيلي شويه اكثر، بس الحكي المهم الكذا خليته كله بالباوربوينت. الباوربوينت كافي ووافي ان شاء الله. اذا اكو سؤال نزلوه على الجروب ودزوا لي اياه، انا ان شاء الله اجاوبكم، وان شاء الله نلتقي في محاضره يعني قادمه.